من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على اي اف ام احلى غدوة. يا فيما على راديو اهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوت يا فيما. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. بدايه اسبوع موفقه لنا جميعا، حلقه الاثنين 12 فيفري 2024، الحلقه نرجع فيها على السياسي الرياضي الثقافي وغيره من المواضيع اللي تم التوانسة وين ما كانوا. نحكيه طبعا على معرض الكتاب وقرار تاجيل معرض الكتاب، شنو الاسباب، من يتحمل مسؤوليه مثل هذه القرارات. في الحياه السياسيه عماد الخميري عن حركه هذا يتحدى هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ويقول نتحداهم يسميه واحد مورث من حركة النهضة. اثنين، منصف المرزوقي على خطى الكتاب الأسود بسدد أعداد قائمة سوداء، شكون باش يضم فيها وشنو الأسامي. نرجع نحكيه شوية سبور، نحكيه على بطل إفريقيا منتخب الكوت ديفوار والإشكال داخل النجم الرياضي الساحلي. هذا الكل أكثر مع الفريق والمجموعة اللي باش نتعرف عليهم توت سويت. البداية بالكابيتان وخالد علي لوتشانو تويتي خلود، مرحبا. مرحبا بيك، مرحبا بمستمعي ومستمعات اي اف ام. محمد، فما حاجة البارح فرحتني في الفينال تاع الكوب دافري. ايوا، كي شفت البوزيزي داخل. صحيح، والله شيء يعمل كيف. شوف انت وقت اللي عيطوا للبوزيزي فك جينيراسيون هذيك كان ينجم عيطوا لحاتم طرابلسي، عيطوا لشكر، يعني كانت عندنا برشا ملاعبي. مش شكري وقت شكري، لا شكري في 2004 لا مش شكري. حتى بعد نحكي لك بومنيجي لي شكري عمليا نحكي لك من 2004 ل 2006 كل الحاجات هذوك، يعني كانت عندنا. اليوم محمد باش تفهم كورتنا وين وصلت. ما شكون تنجم تعيط غدوه بالله؟ ثم حقي حاضر يظهر لي حتى الحقي كريم حقي. لا حقي حسن الدور تاع اما البارح عيطوا اللي كابيتان المتوجين. المتوجين معناه اليوم محمد من 2004 ما عندناش نجم في الكوره في تونس. افهم كورتنا لوين خلط صاب جات كل هكا ماذا بينا كل حاجه. ما عندناش نجم من 2004 من 2004 فما المساكني بعد المساكني ما فماش محمد. لا لا بالحق المساكني انجيني انجيني بعد مساكني. ما شفتش واحد في الكوره في تونس. واضح عليه الياس الصخيري مثلا انت واش بيه ولا منتصر طالبي ولا ولادنا. لا كي نحكيو فما دي جوار اور نور كيما المساكني كيما البعزيزي وقت ريتو تقول يلعبوا بموتور وقت اللي تجيب حاجه من الترابلسي. اليوم حتى كي عيطوا عيطوا لك للناس اكلي العباد الكل تخزر لها تقول لك هذاك ابار كابيتان محمد ابار حتى كابيتان. لا مثلا تقول علاش من 2000 انا والانتخال مس انت تفضل محمد. علاش من منتخب 2004 كان رياض البعزيزي على خاطر الكابيتان. هم اختاروا من كل بلاد واحد الكابيتان. الكابيتان برك اختاروا هم مش بدرا كابيتان زادها وقت لا وقت البوزيزي الدورة ذيك كل مرة واحد البوزيزي في الفينال خاطر هزوا الكاس مع بعضهم من اما البوزيزي كابيتان. فهمت واضح في مشكلتنا رغم ان البوزيزي الميريت راه معناها يستاهل شخص معناها بار لعب على الميدان اخلاق عالية تربية. والله مرة محمد طرفة خرجت أنا وياه في الكياس أنا في سونس انتردي وهو في السونس الصحيح. أيوة. صورته بشي زمر ويتنرفز وكذا معناها الجونتياس والضحكة الحلوة وبعد هو خلاني تعديت لينحشمني على روحي فوق القانون أنت معني. لا ما غلطت أنا في الطريق محمد. أيوة. وصير غلطة بالعكس اعتذرت منه وكملت الطريقي على روحي معني. خلود شكرا ليك على الدخلة الحديث على رياض البوزيزي. يقول من وقت 2004 مشكلتنا في تونس مع الناس صناعة نجم ولا نجم بالحجم هذاك اللي نجم يكون موجود. وانت تحكي على الفلاتات والليجيني نعطيو الكلمة للسيد مجد البرهومي اللي تخل ديريكت تحل الباب وتخل للسلام على المستمعين لحتى شيء. مرحبا. أيوة. سي محمد الخماسي وتحياتي للفريق العظيم هذا ديما فهمتني وديما نشكرك على طريقة خونا رئيس التحرير بارك الله في سيادتك بطبيعة الحال معناها على استدعانا مع الفريق العظيم هذا معناها ديما الحاضر والغائب حتى الغايبين نستذكروهم ونحييهم. مقدمة واضحة شكون تحب تسلم عليه سبيسيال مول ماك تعرف خويا عندك العربي سنيجري رياض جرات الاولاد الكل ما نحبش نسمي لا ننسى الغايبين خاطر المره فاتت نسيت مثلا سي علي شوشان ومش نسيته معناها عن قصد ما عندي وقت محدود. لا عندك مشكله مع الامن انت ما لا لا بالعكس لا انا نحب الامن التونسي الانترديه تدخل لا لا بالعكس بتعرفنيش محمد علاقتي مع الامن ممتازه جدا. هذوكم رجال الوطن الاشاوس المدافعين على البلاد هذه الاحرار خويا اللي دفعوا دمهم في سبيل معناها حمايه الوطن هذا تحيه لهم اينما
كانوا معناها سواء على الحدود وإلا داخل أرض الوطن. واضح. رغم سبب استياء في البلاتو ما ذكرتش ثوريا اليوم في بداية الأسبوع فنسلم على ثوريا. ثوريا مفروغ منه عندك ساعتين مازلت. ثوريا العمري مرحبا. أهلا وسهلا محمد عسلي من الناس الكل كامل الفريق توحشتكم ويكانت عدى طويل لقد ما نشوفكمش نتوحشكم. إنه ليوم عظيم اليوم. أيوة. اليوم عنا 12 فيفري. حبيت هكا نقول لكم نذكركم اللي راهو يوم عظيم تعرفوا بعد علاش اليوم هذاش فيه سبيسيال. فيه سبيسيال إنه يوم يتزامن مع حدث مهم في ذاكرة التوانسة في التاريخ المعاصر عيد ميلاد سيد رئيس التحرير السابق سيد حسن بن عثمان. ونهديو لك الغنية هذه حسنين. وتصير أحلى وأحلى كل ما تكبر تحلى. كيفي بالضبط؟ كل عام وانت حي بخير. ان شاء الله كل عام وانت حي بألف خير حسنين. انت من الحاجات اللي كي يكبروا تزيد قيمتهم وتزيد بفضلك سيدي محمد. الله يخليك. كل ذكرت التوانس وكذا اخي بصراحة المصروف اللغوي باهي قيد علي. لا لا المصروف اللغوي بالمناسبات هذه باهي انا مقبول منك ومقبول من ايضا يعني مجد بعد. أيوة. والثريا العظيمة. أيوة. حضرتك قلنا اخرى راهو هنا هي بثينة ولي ثريا شي كوثر ثريا بثينة اللي فيهم الثيل كل حلقة يسمي باسم نسمعوا الغنية اللي هديتها له هنا على كل حال خلينا نكمل هذه الغنية ما احلاها خير من هذه والله خير من انت كل مرتك برد احلى لازم نقولها ومن بعد نسمع الغنية قولها وربي يكبرنا في طاعته عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي هذا يا جماعه واحد عمره 30 ولا 25 في رافيك 30 انا تشرب يا امشي امشي للطبيب عيون صلح المرايات يا حبيبي شباب على الدوام سبب الاغنيه ذيك اني نجموا الفريق يعطيونا صوره كامله ماجد غادر البلاتو خاطر خاطر غنيت الحسنين قرب نار الغيره احوال الكياس تزويت مع ايه بالغايب وراجعين من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدو يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم حلقة اليوم حلقة الاثنين 12 فبراير 2024 ورجع ناس قاعدين يتفاعلوا حسنين مع يوم عيد ميلادك صديقنا علي الأسود من جيمس يقول لك كل عام وانت حي بألف خير ولازم يكون عيد وطني للثقافة عيد وطني للثقافة هو نحول عيد الوطني للثقافة وكان أيوة. ثم تكريمات وأشياء من هذا القبيل ويعني من جهة الثورة والتراتير والثيران يعني وقف الثقافة العمل الثقافي بهذا المعنى وبارك الله في ما تحبش سالي. تكريم من نوع هذا حسنين ما تحبش تكريم من نوع هذا ايه اسمعني يعني فما في الدارجه يقولوا كلمه ايضا يقول لك يما يكرموك واللي ياكل كلمه الاخرى اي لا اختن قال لي عكس التكريم انت زوزه بعد انا ماذا بيا اختوني لا يكرموني لا يعملوا لك العمليه يا ودي اولاد حرام هذول اللي نحن نعيشوا معاهم قال لك يكرموا يعني يعرفوا يكرموا اللي نشوف فيه تو هناك يعني مهزل يعني في يعني فرح والله يصبح يوم وطني مثلا فما يميزوه النهار هذا بحاجه اكله معينه مشروب معين يقروا معناها تونس سكرانه مثلا يعملوا واحد معناها فك الزوايا والبلايص يعني احب كتاب الى قلبك يا اخي تونس سكرانه مش احب كتاب كتابتك الكل ديما تفكروا كان ما عنديش كتاب احب الى قلبي واللي فؤادي يعني بالنسبه لي ما لانه يعني هو ينطبق على الحال الحال نتاع البلعه هذه اللي سايده البلاد وكذا كذا هم فما ناس كي كانوا في السلطه كانوا بمعناه سكرانين ميتين نتاع عين يا لطيف وكي خرجوا من السلطه مازالت ما طرش عليهم الثمله يا لطيف اي ما علاش عارف يعني معناه فما يعني هو اساليب عديده اللي تطير الثمله لكن مش الان التفصيل في قوله نهار اخر هذا في 12 في هو شوف هي تونس منذ 14 جون في راس سكرانه بالحق ضيعت البوصله تماما تشوف دول راكزه كما الاردن تشوف خبير السكر تشوف ليه تشوف الساحل العاج مع الحسن وتراه ومع غيره كيفاش واقفه مش كان على الكوره برك نحكي حتى على البلاد في حد غيره ثم ناس اي واضحه الطريقه نتاعها وعندها برامجها نتاع التنميه مخططات احنا ضيعنا البوصله تماما والله خرجنا من تاريخ البشريه وان شاء الله خويا ما يطولش بينا واللي مس اكثر الاكزامبل اللي خذيته الكوت ديفوار تحديدا بايادي تونسي وبافكار تونسي
ورجال الأعمال والمستثمرين كلهم توانسة الأغلبية. حبيت نقعد في نفس التام. هل رأى الحب سكارة؟ نهارك اليوم سكارة. يعني تغني الغنوش في الكراكة كاري هزاه الغنوش تعمل له الضربات هذية وتغني له زادة أم كلثوم. ما عندها تعليق. فما غنية حلوة تليق بالغنوش تماما. كيفاش أرجع يا زمان هذيك وعايزنا نرجع زي زمان. قل للزمان ارجع يا زمان. الله الله. ولا صوتك في بلي حمدي خوك صحيح صوتك جبلي شوي. اه جبلي شنو جبلي يعني همجي بلي حمدي في زمان قال تكلموا الكل حتى انا عندي مقولة. هات فما في فرنسا كل عام يعملوا برجولي نوفو حسن. يعمل شنو؟ برجولي نوفو. ايوا العشرة الاولى نتاع العنب. ايوا يدوز عيد ميلادك يعملوا العشرة الاولى نتاع العنب في تونس. شوف نحن نحب والله نحبوا ميزان حسناتك يزيد خالد. شوف معناها خالد حبيت ان عليك يعني تو نحن في فيبري ما عندناش العنب. ايوا هذا العنب في الليل يتسمى. ايوا هذا العنب في الليل. وبارك الله في خالد على كل ونواياه الحسن. انا استقبل نوايا اخويا خالد معانا لاني اعرف طيبة قلبه ولا صعد فؤاده. أيوة. وانشراح يعني عقله. استقبل كلامه بكل ترحاب. شكرا لك حسنين. نحن نحكيوا على كتاب تونس السكرانه موعد مهم ديما في التاريخ التونسي ولا في حياه التونسي موعد مهم. انا ملي صغير نتفكر علاقتي به لليوم ذكرياتي ونجي الفرصه كون موجود برشا ناس تربط الحدث هذا في تونس وهو معرض الكتاب. فنسمعوا في نهايه الاسبوع تاجيل معرض الكتاب شنو الحكايه تو تسويت مع ماجد البرهومي. ايوه استاذ والله محمد شوف انا كيما برشا توانسه معناها ينزل عليه الخبر هذا كالصاعقه خويا مانيش مبالغ لانه نعتبر انه معرض الكتاب موعد معناها هام برشا للناشرين على وجه الخصوص. صحيح. اللي يمروا بازمات كبيره في تونس وهذا الموعد نتاعهم للتسويق ولو القليل من الكتب التونسيه في غياب معناها قارئ جيد في تونس وفي غياب سوق معناها نتاع كتاب حقيقيه. ثم الكتاب اللي معناها فرصه باش يخرجوا انتاجاتهم جديده كيما بالضبط مهرجان قرطاج السينمائي المخرجين يحضروا افلام جديده بالضبط. وكذا ويبداو يتسابقوا على المهرجان في معرض الكتاب. حتى الكتاب ينشطوا معناها في الفتره هذيك ويخرجوا كتبهم وحفلات توقيع وغيره. فعباره الحدث هذا عباره على عرس معناها ثقافي للكتاب التونسي. للاسف الشديد معناها في السنوات الاخيره وما مش من توا برك حكيم في عهد مهدي جمعة وقت وزير الثقافة مراد الصقلي وغيره يتم تأجيل معرض الكتاب. يتم التضحية بالكتاب في مقابل أنه مهرجانات أخرى تقعد. كأنه الثقافة أصبحت غناء فقط أو ما نعرفش أنا موسيقى وغيره. كأنه الكتاب معناه لا ينتمي للثقافة. رغم أنه الكتاب أي نقرأ لك البيان ماجد البرهومي. تقول تعلم المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية جميع الناشرين والموزعين والكاتبين التونسيين. شكون اللي تعلم بالله براسك سمح. هذه المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية جميع الناشرين والموزعين والكاتبين التونسيين والجمهور عن تعذر تنظيم الدورة 38 لمعرض تونس الدولي للكتاب بقصر المعارض بالكرم. وسيتم الإعلان عن الموعد والمكان الجديدين للمعرض لاحقا. نقول لك انا محمد به على فرض انه معرض الكرم يمر معناها فيه اشغال او انه غير صالح معناها للعرض في الوقت هذا وصار الامر معناها وزارة الثقافة بصورة متأخرة. انا وقت انا صغير كان الوالد يهزنا في الدورات الاولى. صحيح. قصر المؤتمرات بالعاصمة شارع محمد الخامس في بدايته المعرض كان غادي. كنت نمشي مع الوالد يشري لي ما لذ وطاب من القصص وكل حكايات هذيك وكذا في اطار معناها باش يغرمك بالمطالعة في عمر معين وغيره. بعد معناها عملنا مدينة الثقافة اللي ولينا نظموا فيها المعرض الوطني للكتاب. فعنا فضايات موجودة. إذا كان معرض الكرم معناه ما يسمحش كنت تنجم تنظمه. تونا أعطيك الإجابة. نحكي على وزارة الثقافة محمد. تونا أعطيك الإجابة على الولاية. على وزارة الثقافة أنا أعتقد عندي شعور داخلي وإن شاء الله نطلع غلط فيه وأنه ديما في ظل مثلا ضعف ميزانية أو عدم قدرة على التنظيم وغيره ديما تضحي بالكتاب هو اللي بهيم القصير. فهمتني في مقابل حفاظ على مهرجانات أخرى. وهذه معناها كارثة بكل ما الكلمة من معنى. واضح. شكرا لك مجدوني على نقطة صغيرة حكيت على الولاية بما أنه المعرض الكرم في مرجع النظر متاعه هو ولاية تونس فاتصلنا بولاية تونس ومشكورين على سرعة الرد والتوضيح كل النقاط. سمعنا أنه المعرض غير مهيئ ولا ما فيش شروط السلامة الكافية فقالوا لي حرفيا يعني وهوني مشكورين الولاية تونس على التوضيح.
قال لك واحد المعرض علمنا بالحالة متاعه مع الحماية المدنية وغيره وعطينا مهلة لإدارة المعرض أنه يهيئوه حتى لديسمبر بطلب من إدارة المعرض، معناه قالوا لهم ديسمبر يكون حاضر. في ديسمبر ما جاتش حتى مراسلة، فرجعنا لهم في شهر جانفي قالوا راه ما نخلتوش باش نحضروه يكون موجود فيه المعرض. ثم لقينا حل أنه المعرض يتم بالتزامن مع الأشغال، المناطق الغير مهيئة باش تكون فيها الأشغال والمعرض باش ياخذ جزء آخر من قصر المعارض هذا بالكرم. وراه شوف محمد، ثم أيه. ثم قال كيف التوانسة الكل تفاجئنا بالقرار هذا، الولاية عطات الموافقة نتاعها، الجهات المعنية عطات الموافقة نتاعها إلى أن يلقاو البيان هذا كيما الناس الكل. فمرة أخرى ولاية تونس مشكور على توضيح النقاط هذه، من يتحمل المسؤولية ما نعرفش، تحمل وزارة الثقافة بطبيعة الحال. وراه باش نقول حاجة، إذا باش تهز المعرض لشهر ما نعرفش أنا سبتمبر أكتوبر ولا وأنت ماشي، ثم معارض أخرى تتنظم في نفس الوقت، الناشرين العرب ماهوش باش يجيك، باش يمشي للشارقة وأبو ظبي والرياض وغيره، ولدول الخليج راهو في السنوات الأخيرة قاعدين يعملوا في معارض ضخمة ومعارض مبهرة ومعارض كبيرة برشا، اللي غطات على معرض تونس الكتاب اللي كان مرجع في وقت من الأوقات، ونتصور غيابه على الـ على الـ الـ الأجندة متاع معارض الكتاب الدولية باش تخليه يندثر وينتهي كما صاير بالضبط الأيام قرطاس السينمائية، وباش يصير في قادم سنوات إذا باش نستمروا معناها في الوضع هذا. ما نتمنوش هذايا، وأحسن دليل قالوا لي باش تعرف المعرض ينجم يحتضن يعني معرض، أنه في شهر مارس واحد مارس ظهر لي فما معرض صناعات تقليدية باش يكون موجود، معناها مش في جمعتين باش يقف. وسبق وحضرت انا في برشا معارض وكان فما ترافو، كيبدا فما ترافو يعرفوا كيفاش يغلفوا، يحطوا هكا بابي با مزيانه ولا يحطوا هكا بيبليسيتي ويخليوه يخيط. تبارك الله راهو معرض الكرم ما شاء الله كبير، كبير معناتها وقد ما يقبل دي زيكسبوزون ديما فيه بلايص فارغه، معناتها كان ينجم يخليه الشطر اللي في ترافو الشطر الاخر الحقيقه خساره كما قال ماجد. واضح. اي سيد حسنين رايك في الموضوع؟ والله ماذا بيا، والله بصراحه ماذا بيا ما نعطيش رايك، والله يهمنا رايك بكل الصفات اللي تتوفر فيه. هذه أمور مخبلة في كبة. هل المعرض هذا متاع تونس دول الكتاب أنا نعرفه من اللي بدأ، يعني في كما قالك في قصر المؤتمرات صحيح وكذا، ولكن يعني شيئا فشيئا تتبدل هويته هو وشخصيته، وهو معرض يعني معرض سوق يعني سوق. شو هو المعرض يعني تو العالمية هذه الكبيرة للكتاب رأي عندها هوية معلومة، هي تعرض الكتاب الجديد. نحن تعرض الكتاب الجديد والكتاب اللي عمره 100 مليون عام. فهمتني؟ هكا كسوق. يعني المفروض كان الكتب هو الجديدة. هو المعرض، شنو معرض هو؟ بلاك نفسروها للناس ايش معناها؟ نحن راهو مسكينات مش فاهمين شو نعملوا. المعارض هذه تتم يعني لدى أهل الكتاب واللي عندهم تقاليد في الكتاب وكذا كذا، نحن رغم أمة الكتاب لكن ما عندناش علاقة بالكتاب، راه ما عندناش علاقة بالكتاب، لا إنتاج لا نشر لا توزيع، ما عندناش هذم يعملوا المعارض هذه الدولية لتتعرف على الكتابة الجديدة، وفي المعرض تلقى صفقات متاع ترويج كتب ونشر كتب وترجمات واتفاقات وجوائز يعني معنى يتفقوا عليها، وحمد الله فلان الفلاني وفي فلان الفلاني والفكرة ضايح من دزول قدام والأخرى. يا ودي عملية خطيرة جدا كما حزب كما يعني حتى ناتو تعالى كبتاع العسكر هذا للثقافة باش نحدوا فلان وطلعوا بولكويله ونهبطوا باش كويله، ويعني أمور خطيرة جدا وريها كانت نتاع اموال خطيره بيه. ومش فقط في الاموال. اش معناها كتاب جديد؟ معناها في العام هذاك يعني هبط في السنه هذاك اول مره يعرض. العام الجاي ما تجيبوش، يجيب الجديد نتاعك. ودول نشر يعني عند دول نشر حقيقيه، دول نشر تملك يعني دول نشر بنتي انا عندها دار نشر يعني حاجه مش تبكي ولا تحزن مش تندب. دار نحن دار نحن حاجه يعني مسكينات تبقينا. هذا القرار اللي تقول لي مؤسسه ولا مش مؤسسه، هذا قرار يرجع للوزير، هذا قرار وزاري سيادي ما نجمش ياخذوا شو معرض الكتاب من اهم الاحداث في تونس. تو انا هم رئيس الجمهوريه يجي تو انا عم نقول لو كان جيت يعني ما نعرفش انه قيس سعيد مغروم بالكتاب وديجا البارحه الاولى ذكرنا اسم مسكويه. وصلت للوج على مسكويه ونقرا على مسكويه. ابن مسكويه مش نعمل ما اخي الرئيس يعرف كتاب ولا ما نعرفوش يطلع شيء يفهم خير من الام الكل وبارك الله فيه ان شاء الله ساعه سيهدينا. شكون تلعب حاجه خطيره جدا ابن مسكويه هذا يا سيدي اصله ايراني وكان في وقت ابو حيان التوحيدي ومن الاول يعني كان زوفري ومن بعد يعني هداه ربي لا وزوفري ومهتم بالكيمياء وكذا وحصيله ومن بعد يعني نعملوا نهار الاربعاء نحكيوا عليه ابن مسكوي ابن مسكوي نهار الاربعاء ريزرفي لي نهار الاربعاء ابن مسكوي اي ما كملت لك شيء تو كاتب اخر استناني ونقول لك يعني العمل الثقافي
شوفك نهاري كان يعني اجلوا مهرجان كارتاج للسينما وقلنا ما يزالش خلي باش يثبت رواحهم لانه مهرجان كارتاج السينمائي هو مثله مثل معرض الكتاب ما نعرفوش علاش يعملوا فيه ما عادش نعرفوا علاش يعملوا فيه بكري كنا نعرفوا علاش يعملوا فيه تو ما عادش نعرف هي هدوا يعدوا يا اخي هوي اعطيونا ما الغاية لقد حان الوقت سيدتي الوزيرة يا وزارة الثقافة يا رئيس الجمهورية باش نحدوا الادوار هذه والاعلام وكذا كذا سيم تو نحن شوف نعرف انا نفهمهم كانت فهم نحن نعيشوا في فوضى غير خلاقة الفوضى هذه غير خلاقة عشنا تلت هذه الثورة دخلت بعضها والناس كل واحد يعمل اللي يجي واضح شكرا لك هاي خالد كارثة كبيرة محمد سمعت ماجد يحكي لك قال لك هو أبوهم شيء صغير شوف ماجد شولا كاتب ومحامي اليوم المشكلة يا محمد وليتك الجوجل وكل حاجات ناس ما عاش تقرأ قبل حتى الديكسونير ما عاش يقراوه كنت قبل باش تفركس كلمة تتعدى على 10 كلمات صحيح. اليوم كلمة تمشي لها ديريكت اليوم كي تزيد كلمة تمشي لها ديريكت وبالفيسبوك والجوجل وتزيد تنحي الكتابة شو النيفو نتاعنا انت كي تتعدى في الميكرو تروتوار شوف العباد كي يسالوهم في سؤال شوف النيفو نتاع التوانساوي لا ذوكم على فكرة ميكرو تروتوار تمثيلية راهو تلقاهم ساعات نفس الوجه يعاودوه ثلاثة ولا أربع مرات ومدفوعي الأجر وفيها قصة هذيك حكاية واليوم الناس هذا ما لقاولهمش حل أنا نحكي حبيت نلفت الانتباه على اللوك نتاع خلود اللي هو لوك توفيق الحكيم معناها يليق بكاتب معناها مش اسمع فيك بالحق مش اسمع فيك مش اسمع بالحق محمد مش اسمع فيك زيد اي والله والله كارثة محمد بالحق محمد علاش العباد ما عادش تقرا محمد من الأخرى صيف ماشي السنغال مش عنده كتاب قال يجيب لي كتاب من عند محمد الخميس قال لي نحب نبدا ماشي ونقرا يعني اليوم راو القرايه تي ام تقرا نحن سمعت لوك نتاعك مشكون قال كيما توفيق الحكيم توفيق الحكيم الكاتب والاديب المصري كان يلبس البيريه كيكا والواحد هي تقريبا زميل. نفس السيره زميلي زميل ما لاحظتش حاجه انت محمد اليوم الناس كل بكرافات اليوم ايوه اش فما عيد ميلاد حسن مهمات رسميه اي سيدي مش لابس الكرافات تنحطها ترى نعملوا الكربطه بتاع عنق نحن نحكيوا على اهميه الكلمه خالد حكي على اهميه الكلمه الراجل غنوش يلبس الكرافات نحن ما نلبسوش الكرافات ونحن نحكيوا على لا هو قاعد مع هو الترتور ما قاعد الاثنين واحد مهلع الى ان خرجوه من القصر ببرنوسي الخرائي لو ويعني ثم هو السيد هذاك هذا الغنوش الغنوشي عدى عمره بلاش كرافات مهلع يعني ومشى حتى لك اللي شو اسمه هذيك نتاع اليهود في امريكا ايباك يعني مشى لهم غادي مهلع هنا مش حتى نتاع اليهود وقعد مهلع لين قابل نبيل القروي كي قابل نبيل القروي تضرب في نبيل القروي نبيل القروي عمل له رمس علق يا لطيف يا لطيف السؤال كيفاش وصلنا لهوني كيفاش نحكي على الكرافات بالكرافات على فكرة خوك حسنين تو انا جديد في عالم الكرافات هذا زرتينا خوك حسنين معناها عنده تاريخ عظيم في العالم هذا كي نعاود نذكره بيمات نهج باشحامبا ويخرج في كامل الأناقة من دار لابريس الصحافة ويمشي في شارع باشحامبا خويا يتهادى كالطاووس خويا فهمتني فكان معناها يثير الانتباه بالأناقة وتعلمنا عليه ما يكلم حد يعني ولا كيف ما يحكيش مع الناس فهمتني يتعدى كيك فهمتني في كامل الأناقة نذكره كيما شنو صورة الطاووس كيما الطاووس عنده مشية الطاووس الملك الطاووس راهو يعرضني ديما يهرب من الفيديو تعرف شكون الطاووس الملك شو اسمه شكون الطاووس الملك هو 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 إله البهائيين باهي وهو شكون وش معنى طاووس الملك هو الطاووس هو ابليس عليه اللعنه عليه حاشاكم وحاشا السامعين يسموه هو الطاووس الملك الواه يسموه الطاووس الملك لانه هو كبير الملائكه ويعتقدون يعني من لا الطاووس الملك مش بهائيين تعرفوا ازيديين هذا مجموعه الازيديين اللي ذبحوهم ودخلت عليهم داعش وسبوهم وكذا أيوة. يعني ربهم اللي عبدوه هو الطاووس طاووس الملك على اساس انه سيدنا او تقولوا نحن ابليس ايوه ابليس هو مو كبير كان كبير الملائكه قال لك هو عمل اتفاق هو ربي وذاك الابليس راهو مش قوه شر انما هو قوه محايده وعندهم يعني تخلويذهم نتاع كلام وهدرات انا مشيت لهم في دارهم كذا زرتهم زرتهم وفطرت معهم ايوه وخذيت منهم حاجة حصيله يا اخي هذا في العراق العراق يا حبيبي فيها شيء ما لا يتخيله العقل كارفور بشري بتاع اديان واشياء غريبه عجيب ممتاز به الانيقه نتاعك سي ماجد حكيت لنا على انيقه سي حسن بن عثمان انيقتك انت شكون الكونسي نتاعك شكون نصحك في يوم الايام على الانيقه
والله ثم الصورة متاع أخوك حسنين ديما ذيك معناها ريفيرونس كانت مرجع المشي. وثم ثوريا بالطبيعة وثم فنان نصحك مرة على الأنيق تي هذيك حكاية يحكيها نحكيها اي مش نصحني على الأنيق هو نحكيه معناها على أساس فاش تحكيه تكلم بالصواب خليني نحكي يخمم يقول ولا ما يقول لا معناها فنان كبير معناها على سبيل المزح والواحد شكونه رغب علامة معناها جات مناسبة وحكينا وقلت له معناها كيفاش معناها في عمر بابا وتظهر معناها قد ولدي هذه حاجة ما فهمتيش قال لي لا فمانيش في عمر ربوك مستحيل أما نظهر قد ولدك صحيح ونصحني وقتها بزرعان شعر وقتها وكذا وأنه قال لي توي رجعك 20 سنة لتالي فأنا كنت متصالح مع ذاتي معناها ما قلقنيش طاح الشعر ما طاحش معناها أعطيني أنا نعرف روحي أنا شكون والله العظيم عنده جبهة وطنية خارقة عشنا ليه عشنا عمرنا وشعرنا معناها كامل وكذا واستمتعنا به ويزي فيه البركة كيفاش ومحلاها كي واحد يبدأ عارف عمره ومتصالح مع ذاته سيد ماجد البرهومي كيفاش باللبناني قال لك يمشي يزرع شعر ليه بنسيت عاد ما هو المعنى تعدى ونعبر بالتونسي لساني تونسي وكي تجيك نوت سيرفيس تو تمشي غدوة تقدو تقول لك ثوريا ماجد برا غدوة تزرع ما يقلقنيش تزرع ولا ما تزرعش جاوبني ثوريا ناخذوا لها بخاطرها ايوه ثوريا ما قالوش شفتك تلخبطت ماجد قال الرغب أي نقعد في أهمية الكلمة ثورية قبيلة قلنا غالي يصنع الحدث مرة أخرى في إيطاليا في أوروبا والعالم بكلمة قالها في نهاية حفل تحكينا عليها تسويت ثورية في أهم مهرجان موسيقي في إيطاليا سان ريمو كان حاضر الرابر الفنان غالي وفاجأ الجمهور متاعه أول حاجة ساعة عاد دخلته لأنه لابس الكوفية الفلسطينية الحاجة اللي خلت الناس الكل تغزر وكان زرا كيف كيف ترانت كان مساند وبيقوى القضية الفلسطينية وكيف كيف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة جماعية الحاجة اللي جلبت الجمهور معناتها أبارسا أنه كان محضر زرا غنية اسمها كازا ميا واللي زرا كيف كيف كانت مساندة واللي معناتها بالعربي داري أنا ولا بيتنا أنا كانت مخصة للشعب الفلسطيني وإلا لغزة بالذات دونك غنى الغنية الحاجة الحقيقة اللي لاحظتها جرأة كبيرة من فنان صاعد من بلاصة زادة سنسيبل برشا ومن أهم المهرجانات اللي كان هو موجود فيها معناتها مش الناس الكل الحقيقة تكون عندها الجرأة هذه في بدايته في أول معناتها باساج اللي هو كان موجود فيه دونك تحية ليه الناس تفاعلت معاه برشا في الانستغرام في الريزو سوسيو يعطي الصحة إن شاء الله ديما متألق وناجح وفخر لتونس ولا العرب واضح في التصوير اللي كنتوا تشوفوا فيها فما كرياتور مخلوق آخر مع غالي موجود في التصوير المخلوق هذا في حد ذاته صنع حديث برشا ناس شخصية مش مفهومة يمشي ويدور معاه في الأيام اللي قبل المهرجان الكل فبرشا ناس تسألوا وفسروا أقرب تفسير يقولوا إنه هذا إكستراتيريستر قاعد يشوف في الأرض من فوق فتبين له كل شيء مريقل والعيشة محليها في الأرض إلى أن غالي غنى الغنية ذيك كازامية وعطاها المشاكل اللي نعيشوها وفي الأخر الجملة اللي خليت ويكون حديث الشارع الأوروبي قالوا شنو هو الحل باش نتعديه هذي الكل قالوا ستوب جينوسيد وقفوا المزرة اللي قاعدة تصير في غزة قالوا لو يقف هذايا يولي العالم يعيش بسلام ويعيش خير وهذا تأثير الكلمة المهم هو التحية زادة للقائمين على مهرجان سان ريمو بطبيعة الحال المهرجان العريق هذا اللي وقت لمتابعاتنا لريونه في الطفولة وكذا كنا مغرومين به برشا ونتبعوا معناها المحطات يقولوا حنا بعل أول واحد لا مش حنا بعل حنا بعل لحاس الروم هذيك موضوع فهمتني مدة 18 سنة وكانت إيطاليا كل مساندة لحنا بعل ضد روما الديكتاتورية الناشئة معني فهمتني أعتقد أنه إدارة المهرجان زادت تذكر فتشكر كان جاء مهرجان آخر متطرف رو منعه ورو أقصاوهم المهرجان ولا دولة أخرى بالضبط ولا غير إيطاليا معناها بالحق ما يستحقوا كل التحية وكل التقدير معناها المشرفين على المهرجان واضح خالد حكيت على الكلمة حبيت أقول لك محمد الكلمة رايك الرصاصة كي تخرج ما ترجعش نحن عنا مثل تونسي يقول لك تبر يا جرح ونعمل لك ذميدة وكلمة تسوت باتوا تصبح جديدة صحيح. يعني فما كلام ما يزموش يتقال معناها الكلمة راو فما عبيد تعلم واحد كي يخرج كلمة من فمه يلزم يعرف يرزن ويعرف ايش يخرج شكرا لك خالد الكلمة وهي كلمات بقات في ذاكرة التوانسة من يوم جنازة شكري بالعيد نم يا حبيبي نم قالهم حمل همامي في تأبين الشهيد شكري بالعيد يحكي لنا عليه حسنين تتسويت أيوة سيدي حسنين ما هو يا حمى حبيبي
انه نهار جناز شكري بعيد بعد نهارين من وفاته صحيح وقت في الجلاز وكانت جنازة مهيبة يعني من جنازات النادرة والقليلة في تونس يعني بالحضور هذا عشرات الآلاف الناس يعني ثم إحصائيات اللي حضروا في الجلازة كانوا يجي 40,000 بشر اللي في الجلازة في المقبرة فما حتى حضور نسائي كان وقتها صار علي مسار وفي داخل الجمهورية طلعت مسيرات وكذا كذا هو كان جماعة الجبهة ساعتها حبوا كانوا مؤهلين للحكم يعني في حالة استعداد باش يسلموا السلطة راهو تسلمه 2013 خاصة يعني الإخوانجية كانوا سفهاء وما عملوش يعني ما وعدوا به الشعب التونسي اللي انتخبهم من أجل عام لكتابة الدستور في المجلس التأسيسي قعدوا يعني 3 سنين والبنات متعفنة وكان حبوا ياخذوا السلطة راهم خذوها بصراحة أما بارك الله فيهم يعني كانوا ناس رزان وغلبوا مصلحة البلاد على على شهواتهم الشخصية أو شيء من هذا القبيل وهذا يحسب لهم الحقيقة الجنازة هذه كانت حدث هو لو كان نوقفوا نحن يحسب لهم حسنين معناه كانت عندهم القدرة وأنهم طبعا أو فرصة مهدورة هي ما فرصة الله أعلم هم كيف أنا بالنسبة لي الري من الحكمة يعني أحسن أحسن كما خلوش السلطة لأنه يعني ما نهرانا دخلنا من عرشانا خاطر البلاد يعني متفجرة ومتعفنة ودخلنا في الفوضى وتعمقت الفوضى وكذا كذا واليسار ما هوش يعني الحقيقة اليسار يعني مخصب أكثر منه يعني زارع لما يخصبه يعني اليسار يعني في 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 غناء نفس الحقيقة واضح فهمتني ما هوش ملهوف ميت على السلطة كتنظيمات لا وربما هو يعرف يعني ما نحجمه يعرف أموره لأن الحزب الشيوعي كان يحب على السلطة الحزب الشيوعي التونسي كما اليوم حركت النهضة تقول لك لا ما مانيش معني بالسلطة عاجب اللورين مش كيف كيف أنا نذكر في بداية التحول بتاع تغيير 7 نوفمبر عمل قناة تونس 7 لحبيب حريز جابهم جاب يعني رؤساء الأحزاب الكل من نجيب الشابي الكذال كذال محمد مواد بتاع الحزب الشيوعي قالوا سي محمد غدو انت وكان ضلي في السلطه حركة ديمقراطيين الشراكيين ولا محمد مواد وغيره قال سال محمد سي الحبيب حريز سال محمد حرمل الله يرحمه نعم حرمل مش معدي محمد حرم ايوه قال له يا سي محمد حرمل انت غدو يعني ما كضلي في الرئاسه ماذا تقترح قالوا الله يقدر الله يقدر قال تصور انت خاطر الناس تعرف احجامهم بالقدا وتعرف امورهم ويعرفوا يعني ما شنو هي طبيعه الدوله نتاعهم في المشهديه ويعني هذه الجنازه نتاع حمى لو كان نتاع الجنازه اللي حضرها حمى وابن فيها شكري يعني لو يعني نتوقف عند بعض تفاصيلها ونسترجعها رايك تنفهموا شو قعنا في البلاد هذه راي شيء كبير راهو افهموا يا ناس راهو وفهم احداث راهي تبسم الذاكره الجمعيه الى ابد الابدين وتترتب عنها تقاليد ومسلكيه جديده مثلا يعني نقول لك بالتغفيسات اللي موجوده يعني في محيط المقبره ما قبل الجناز كان فما همج وقع ينتهيج من طرف جهات سياسيه ضد شكري بالعين لا سيبوه لميت الحية وهبتهم تشدوا منهم 122 بشر تكسير سيارات تكسير سيارات وواحد وابطوا عليهم وحرقان وكذا هذو لا ناس مجرمين فما شكون حركهم ويزم قال لك كذا وندرشني حاسين ويجم هذا الكل معناه ملفات مفتوحة ثم حاجة أخرى يعني لافتة وتحدث عليها وسائل الإعلام في العالم أنه المرأة التونسية أول مرأة المرأة التونسية تدخل المقبرة سافرة يعني بس فسال فهمتني وتشارك في الجنازة وذا برشا ناس أثار بلبلة الزميتين والرجعين وكذا كذا المرأة يعني عندها الحق تشارك يجوز أو لا يجوز وفي حكاية المرأة والجنازة في الإسلام رأي فما روايات متعددة رأي مش وجهة نظر واحدة أما لكن نحن ما نعرف إلا وجهة النظر القهرية والغنوشية والإخوانجية واللي يعني تلغي الحياة باهي وزيد على ذلك في الجنازة هل نقولوا النشيد الوطني هل نرفع شعار يرحم بها ذيك عاد موضي اليسار وهذيك التناقضات التي لم يستطع أن يحلها بينه وبين نفسه خاطر في جنازات اليسار يعني يقتل يحب يدفعوا الميت متاعهم ايش يعملون كيفاش يقرأ عليه القرآن واللي يقرأ عليه النشيد الأممية الثالثة بترجمة جزائرية ندرشكون وش اسمه ترجمه واحد جزائري نسيت لا هو اللي ترجمه الأول ظهر لي هذا ترجمه لا في فلخت اي شو يقرأ يقرأ النشيد الأمم نشيد الامم اي ويجيبوا الورد وكذا كذا يرموه على المقبر
على القبر وماذا بهم القبر يظل ايضا يعني بالصندوق بمعنى شنو كيما يعني المسيح يعني اسمعني في 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 طفوله يعني في سذاجه وفيه يعني طفوليه وفيه بدائيه في الفهم بالمظاهر والظواهر. باش نقاطعك حسنين بسرعه ناخذ حوالي الكياس ونرجع لك. نحيي الكياسات والطرقات في تاريخ العام سليمه معافاه. تسويت مع ايه بالغايب وراجعين. من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخماسي على إيفان أحلى غدو. يا فيما على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم حسنين نكمل معاك بسرعة ونخليو تران زاد الثورية يلا. باهي معناها من خصائص تلك الجنازة ومستعد نحدثك عليها سيدي محمد يعني وقتا طويلا ولكن يعني يلزم فهنا نعملوا رؤوس أقلام يعني أيوة. في الموضوع هذا اللي هو اللي يحب يتوسع يمشي يتوسع ينجم يعقب بالضبط. من الزعماء والناس الشخصيات الكبيرة يعني كي تموت في الدنيا في العالم وخاصة مش كل المسيحيين يعني ممكن كل واحد يقولوا عليه كلمة في الكبارات يعملونهم تأبين مش نعي كلمة التأبين كلمة التأبين ذي معناها مش يقل هو اللي ندرشنو واللي يثيروا السخب والبكاء عليه أو النواح يذكروا خصاله بما يعني معناه يفيد الحياة مش كذا يرهب من الموت وكذا. وكيفاش يختار شكون يقرأ التأبين يقرأ يعني الأقرب له الأقرب له واللي المفتي واللي رئيس الدولة واللي يعني جهة كبيرة لانه الحمد لله ما جابولناش الترتوري وترتر علينا يعني ما عطوش هالامتياز هذا معناها الجبهه الشعبيه جابوا حمار همامي لانه شريكهم وشركه هما يعني هو معناها رفيق شكري وهو اللي حطوا شكري وعلاقه يعني كانت خارقه العاده بين حمار وشكري الله يرحمه شكري وحبيبي خاطر مره اخرى حما تغلط فيه يا حبيبي حما عمره طويل عمره طويل اسمعني بالله بربي يا حما يا سيدي محمد اسمعني راهو حما اسمه محمد هم يتربجوا بيه عيطوا له حما راهو في البطاقه محمد ولا حما هو اسم حما محمد ولكن للتربيجه والواحد عيطوا له حما ما هو يقول اسمي حما هو حمد ولا محمد هو محمد معناه حمد كما محمود مامادو مامادو هذا كان درا شكون وميميت هذاك محمد موحى عند المغاربه محمد وتزاير ماجد يقولوا على ما عنديش فكره محمود اما هي جي بصراحه حمى اسمه لقب ويوتي بعض هم حلو حما بصراحة معناها مع العلم نحكيه على دفينة ألقى كريم التأبين يعني على مستوى عالي من النضج والصفاء والوضوح ويعني نضج الأدبي والصياغة ونضج السياسي أش قال؟ مش قال هو أنا كان نقرأ كل أنا أما نقرأ معنى كلمات منها معنى بعض الفقرات بعض الصغيرة يقول له طالتك يد الغدر وهما بإمكانية إخماد صوتك صوتنا وهما وهما بإمكانية إضعافنا بتشتيت صفوفنا بزرع الفرقة بيننا بترهيب أحرارنا وحرائرنا وثنيهم عن المضي إلى الأمام وحتنا وأنت حي وحتنا اليوم أقوى وأصلب وعداء الحرية والحياة ينعزلون خاسئين رفيقي صديقي عزيزي لن نكون أهلا لحليب أمهاتنا لن نكون أهلا لحليب أمهاتنا إذا حدنا أو ترددنا أو تراجعنا أو تخاذلنا أو تفرقنا سطرني على تفرقنا نم بتخفيف النون أي صح مش بتفخيمها بالضبط نم يا حبيبي نم مطمئنا على مواصلة المسير على حزبك على الجبهة الشعبية التي قمت بدور حاسم في تأسيسها الحركة الديمقراطية التي باستشهادك اتسعت وتتسع أيتها التونسيات أيها التونسيون اتحدوا فشكري يوصيكم بأن
بل اتحدوا لبناء مصيركم، لعزل كل ظلاما وفتانا ونهابا وخوان ودجال. فالشر والظلم والاستغلال لا يعشش إلا بالفرقة، وفي الفرقة بالفرقة صحيح. وفي الفرقة مش بالفرقة، أيوة. مش بالفرقة الهلالو، بالفرقة الفريق يعني صح سي محمد. يعش إلا بالفرقة، وفي الفرقة ومن شعب اتحد إلا وانتصر. يعمل بيت بيتين من قصيد طاهر الهمامي، ونقرأها لك مرة أخرى. أرى النخلة يمشي، النخلة عاليا ولا يتراجع. نم يا رفيقي نم يا صديقي نم يا عزيزي، نم شهيدا في ذكرى يوم الشهداء ساقيت سيدي يوسف. نم فلا نامت أعين الجبناء يا صديقي. شوف راهو برشا ناس يخلطون بين نم ونم. أيوة. نم نم يعني أعمل النميمة. أيوة. قم بالوشاية والنميمة والسقوطية. ونم وهو يقول له نم فلا نامت أعين الجبناء. نم يا حبيبي. ولكن يعني بصراحة اسمعني اسمعني، كي نعود نقرا الكلمة التأبين الرفيعة كما قلت لك من الأدب الرفيع، هي تعد الحديث من الأدب الرفيع الحديث. اسمعني برب ونلقوا أنه يعني ما يقول له لو ما نشحم تفرق وما نش كذا كذا، ومن بعد مباشرة الجبهة تنقسم وتتكسر ولا شيء يزيد يتهشم يعني أكثر مما هو مهشم. نقول يعني هذا يا حمى ويا غير حمى سيرتو حمى، هو قال الكلمات راو أنت الآن تخون وعدك للشكري للشهيد شكري بيه. ما لم توحد اليسار أو تساهم في توحيدي فأنت العبء الثقيل عليك يا عادو يا حمى. واضح، شكرا لك حسنين. ثريب باش نخليو ترانتم بعد شويه. اليوم حسنين وهو يوم خاص، فخالد باسم المجموعه وكل يعمل لك هديه هكا في المباشر. هابي بيرثدي تو يو يا حبيبي، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي. هادي هدي والله ابو كنت فلان واحد يعرف باه من جديد اخزر اخزر ما خبرها. اسمعني باش نقول لك، موك اللي كتب ست الحبايب يا حبيبه سال كادو نتاع عمو، انا جبت هذايا ومخر باش نقول لك سيد الحبايب يا خويا حسونه محلاك وما بنك. شفت كيفاش ربي يفضلك، شفت كيفاش ياسر فيا يعني بعواطفي واشوا خلود مثلا مش كيف ربي يخلينا خلود. شكرا لك صراحه الفكره وذهب السيد هذاك عندي يعني الحقيقه يشلنا. اما المفاجاه الكبيره بروعته، المفاجاه الكبيره ما حبش يقول لك عليها في المباشر، خذ لك في يرمى في الكابون تاع بعد شيء نشرح عليها. يلا فاصل صغير بعدين المفاجاه الاخبار وراجعين. من 5 ل 7 متاع العشيه الدوامه بلوس مع محمد الخماسي على ايفان احلى غدو. يا فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانيه من الدوامه بلوس بحضور الاستاذ ماجد البرهومي. مش باش نحكي على الخالطه تاع العنف اللي تعرضت لها في الكواليس. ماجد نتعدى اسمع الخماسي داريته يبتسم، عنده بسمه هكا فيها برشا خبز، استنى منه حكايه بعد نبدا متشوق شو نسمع. الكاتب والروائي خالد علي التويتي حسنين اللي يحتفل اليوم بال 48 عام من النجاحات ان شاء الله بطول العمر سيد حسن بن عثمان. والانستغراموزة ثريا العمري خاطر الارقام 65 والحمد لله 65 حسنين 65 وبعد 65 ما عادش تحسبوا العوام والسنين بارك رحمنا. اي يصبح معناها الوقت والزمن يتحسب بالدقائق والساعات. ربي يعطيك العمر والصحه. تو ال 65 هو التوب معناها في حتى في الغرب في فرنسا هبوا يقولوا يخدموا حتى ال 65 65 تخرج تلقى اش معناها تخرج تلقى تو في الاداره تخرج تلقى هو يعني نصف دفينا لطفاني شنو تكمل اليوم سي بون حتمت المستمعين 65 يبدا حياته قالوا نص سنه وترجع فوالا شو من تجربه والله عندك في اوروبا وفي كارتاج يبدا الوقت هذا ماجد بالعقلية الأوروبية اللي بعد الريتريت يمشي البحر ويتشمس ولا ذاك الميوت على البحر تاع السياح ما مشاش في الصغر. أي سيدي لقيت هذايا تراند باش نعطيه تراند لثريا وقتها وفقرتها حافظ عليها بما أنه طلب جماهيري كبير على الفقرة هذايا تدسويت تراند مع ثريا العمري. هاي سيدي تراند اليوم يخص الفنانة نهير حايم اللي كانت ضيفة في برنامج السهرية مع عبد الرزاق الشابي واللي قالت فيه انه الفنان راغب علامة قال لها كان تضعف 30 كيلو انا نطلعك معايا في حفلة. جاوبت وقالت له كان انت راغب انا راني نهي
الحقيقة عندها الحق، أنا نساندها، أنا لهني خيب ظني الحقيقة معناتها رغب علامة، وزيد خيب ظني زيادة كيف كيف ماجد على خاطره صاحبه رغب علامة. معناتها رغب علامة هكا معناتها تحسه قاعد معناتها يعطي في آراء. يظهر لي التوصيات ما بين الشوطين. أنت قلت صاحبي ويكلم فيا. ثم التوصيات صارت. وقال لي من عند الكوتش فهمتني كذا. أمان قال الطفلة طب معقول هكا مصوحبه أنت. معقول تو جاوبني انا وانت شبكي خميسي اي يعني قلت لك توصيات الخلطه ذي ما عجبتنيش الحقيقه قال لها لازمك تنقص في الميزان باش تطلع معايا باش تطلع معايا في الحفله لازمك تنقص في الميزان عنده حق هو يعرف ميزان يعرف شنو معناها هو انسان متريني على الاثقال والفتيات خاصه هذاك الاخوس شكون هذا الاخوس رغب عليه مش اخوس هو ذاك عين تصب في عينك رغب عليه جاوبها جاوب رغب عليه ما تطلعش ربي رغب عليه الوتن ذا يعني رغب عليه كلام ما نفرقش بينه وبين وليد توفيق الاثنين عزاز والاثنين ينقزوا يا لطيف اي ما تحفظ لهمش ما حضرتش الرغب عليه ما كي جاي انا نحفظ لهم ايه ترى ذكرتي قلبي عاشقها قلبي عاشقها وشنو من بعد اي اي هذه وقت اللي قلبي عاشقها الاخرين الاخرين حيوه بلبسهم الداخليه يا لطيف معناه تقبل انه يشرط على فنانه تونسيه يقول لها نقص في الميزان 30 كيلو والله نقبل وكان عمل لها دماغ على راسها لانه هي تحب تطلع معها هذاك يطلع معها رغب علامه سوبر ستار ترى رغب علامه نتاعك يا بنتي يا بنتي يا ولدي يا ولدي يا محمد يا ولدي هي راهي فنانه وصوتها محلاه لهنا نقيموا الفنان بصوته لا بشكله صوتها تبارك الله عليه ما شاء الله عليه نجحت ما شاء الله عليها وصلت نهير حي وغنيت في في المسابقه ولا علاش عندها زكاه كيلو زايد لا ما هي مسكينه حبت زرتها ما يسالش معناتها هذيك اوفر جاها من هي انصح فيها يا اخي من سوبر ستار وين موجودين هذيك هذه شنو يقولها اضعف تنطلع معايا يا ولدي وين موجودين بالكش عندها شحم اكثر مما ينبغي هي بنيتها هكاك يا شنو بنيتها ما يعمل لها بنيه جديده اخي شبيه باه خالد تقبل انه مثلا يشرط على فنانه هكا مش يشرط محمد على خاطر الفنان راه فما لوك نتاع فنان تو شرطت على صاحبنا يزرع شعر وعديناها ما يشرط باش نغني معاه لا لا فما محمد حاجه فما 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 لوك خاطر في الكليب ساعة تو ما عادش الناس تخزر في حفلة للفن حفلة مشكلة حتى في حفلة ولا في حاجة الناس ما عادش تخزر خاطر مكلفوه مكريد كيفاش كانت ما شاء الله الناس تسمع كانت تو ولات حضرت لها خالد كي جات تونس علاه يا جماعة تحت الصور مازال ما تولدش اي 1800 اي العباد تو تسمع وتشوف تسمع وتشوف تحب تشوف شكل مزيان شكل مزيان يحبوا اما ليه انا ما ضد التونسية هي حبت تطلع معاه مش هو حب يطلع معاه هذيك الشروط نقصي 30 تنقص 29 فقط يطرد يا استاذ خليه يحكي في اختصاصه تو خويا ما صعبو يا خويا مقاطع حد مش صعبو اختصاصه الفن هذا وتاريخ الفن ويفهم خير من هاو معنا فنانه ثريا كان انت مثلا يشرط عليك رغب عالم انا لهنا الشرط الوحيد اللي يزمو يكون من قامه كبيره من سوبر ستار من فنان ما شاء الله عليه باش يكون لي صوتي لادائي حاجه غالطه ما مانيش تابع النغمه الموسيقيه شكلي هذاك سمره بيضه سمينه ضعيفه انا في الاخر فرحانه بروحي ومزيانه ومحلاني كيف ما انا قرجوم تتفضل بابا احكم عليها شكلي يخصني انا فقط ومحلاها تحيه لها نهي كيف ما هي عجبتك اللي جابت على نهار حي بيان سور اكيد ميله قابله روحها كيف ما هي نعرفها بالكدا ونعرفها بيرسونيلمون ونعرف اللي هي عندها مرض تعاني فيه وحاولت قدش من مره مره واثنين وثلاثه باش تضعف وما نجمتش تضعف اما راهي فنانه من الدرجة الأولى وهذيك عندها مستقبل باهر جدا ونحييها محلة زي ما تأخذها في قلبها دي تحطها في قلبه وتنتقم من هذا التوفيق ومش شو اسمه رغب علامة رغب علامة وجماعة رغب علامة والبلاد الكل نعم خاطر ذي معناها يعني تعرف قديش عمره رغب علامة ايش 70 فرد عمر 68 ولا 65 ماهوش بعيد شوف اللياقة فما غيرة فما غيرة يا ودي هذاك الكل يعني معناها فما غيرة منه نايخ انا لا ارى في وجهه هو الحقيقه شبيب راه وعم حسن مزيان هو تبلا حرام مزيان حيكون شحال مزيان حم تزوجوا شي مزيان ليه معناتها تبارك الله انا بالنسبه لي المخيز نتاع الجبل نتاعي فماش حم تزوجوا واش حم تزوجوا ما يسماش مزيان عم حسن حتى في العربيه الفصيحه ما نقولوش على الرجل الجميل نقولوا رجل وسيم وسيم شو ريت عمره ايش و70 تبارك الله عليه شخصين ينقز ويشطح ويغني وستيلو يهبل زيدا أيوة. وما شاء الله عليه اي سيدي خليني نغضوا الكياس بعد نرجع نحكيوا على القائمه السوداء الذي اعلن عليها الدكتور الرئيس الاسبق محمد منصف المرزوق بتويت او الكياس مع اي بالغايب ورجعي من 5 ل 7 متاع العشية الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على إيفان أحلى غدوة
هي فيما على الراديو. مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا بكثير من الانتباه. نفتح على بركة الله الصفحة السياسية الحديث على الرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي على خطى الكتاب الأسود بسدد أعداد قائمة سودية. شنو فيها القائمة السودية؟ نسمع شنو قال محمد منصف المرزوقي. أنا الآن أطالب بين قوسين أن أريد أن أحيي كل قضاة الشرفاء وأريد أن أحيي خاصة القاضي بشير عكرمة، لكن هناك اليوم قضاة مأجورين وهؤلاء قضاة مأجورين لازم حط فيهم القائمة. وأنا طلبت من المسؤول يعني عن القضايا القانونية في الأستاذ كيلاني اللي هو المسؤول في المجلس العربي اللي اشتغل بالأساس على قضايا، هو اللي مد بين قوسين وفد جنوب أفريقيا بالكثير من المعطيات التي مكنت وفد جنوب أفريقيا في محكمة لاهاي، وهو اللي يشتغل أيضا بكثير من يعني بين النشاط على الجرائم في سوريا. طلبت منه أنه يشتغل على قضية ميرفان قضاء التونسي، وسيقول لكم ماذا سنفعل يعني أن كل هؤلاء القضاة المأجورين وعلى رأسهم هذه وزيرة العدل بالظلم، وزيرة الظلم بالعدل أو بالقانون اللي اسمها نهلة جفال. إذن هذه وكل الشلة كلهم تتحط الأسماء بتاعهم بالأسماء وبالصور وتنشر على مواقع الاتصال الاجتماعي بانتظار ان ينفرون امام المحاكم، وهم سيدخلون السجون ولن تكون هناك مظاهرات في العالم للمطالبه باصراحهم، لان المظاهرات في العالم تكون بصراحه الاسرى ديمقراطيه وليس خدم وحشم الاستبداد والظلم. وطالب ايضا بالعوده الى ما قبل 2014 واستعمل الدستور 2014 باش ترجع تونس كما كانت، يقول محمد منصف المرزوقي. تهيئ للقضاة الشرفاء على رأسهم البشير العكرمي، فما بعض القضاة المأجورين وقضاة مأجورين قال تلبي تكوين قائمة سوداء ينشر فيهم أسماهم وصورهم في انتظار أنه يصير الامتثال متاعهم أمام القضاء ومعهم وزيرة العدل السيدة ليلى الجفري. أنا أقول كلمتين محمد، التواجد في قائمة سوداء من أعداد المنصف المرزوقي هي شرف لكل مواطن تونسي. أنا شخصيا تمنيت راه تحط اسمي في الكتاب الأسود السابق اللي عمله المنصف المرزوقي، لأنه كل من يعادي هذا الشخص عندي أنا هو وطني ويحب بلاده كذا، لأنه الشخص هذا معناه ما نحبش أنا نقعد نوصم في الناس بالعمالة وغيره وكذا، لكن ما فعله بتونس معناها من فتح معناها تحلت على مصراعيها لمن هب ودب معناها من أجهزة الاستخبارات العالمية وغيره واستباحة الدولة هذه، ما نجم يكون كان تابع لأطراف معينة. وبالتالي أي شخص يكون في عداء مع المنصف المرزوقي عندي أنا شخصيا هذا رأيي الشخصي، هو شخص وطني ويستحق وسام شرف معناه باختصار شديد. واضح. حسنين، بعد الكتاب الأسود القائمة السوداء، القائمة السوداء فيها قضاة ووزيرة العدل ماكش موجود فيها للأسف، قلت ولا كنت في الكتاب الأسود. أسمعني، هذا المرزوقي شيخ علي أطرطولة ضيعة، أنا بنا به ربي في الأخ الحقيقة. أيوة. وما في القرية رب دائما تلقى جحا أو البهلول أكل يقول يتخبط بين الجنون والحكمة يعني، والطرطولة ذي المؤقت يعني بصراحة بين شنو يتخبط؟ بين هو بين الجنون والحكمة لا زي هذا مش بين الجنون، هذا اللهم صل على بين الجنون والسفليات في الجنون وأسافل الجنون، ساعات يمكنه جند الله يعرف يعني جند من ساق الحمل جهة الحمل من المغرب الأقصى. أيوه. وعنده أصول من غادي وعنده مغادي جنون يعني يبدو لي يعني خاف يشكي بيك على الكلام هذا يشكي بيا وش خص ما يأسى أولا مستحيل فما قاضي في الدنيا يقبل القضية على المرزوق من قلت لك سفيه وفاقد المصداقية راه يشكي بيك وتنجم تكافحه يا ودي نايلن يا ودي هذاك عبد يا ما مسكين يا ودي انت واخذه بجديه جيب لنا في كلامه قسما بالله لا يسوى شيء من شيء هم جماعته اللي كانوا ينتفعوا بيه هوك عبد العزيز القطي هنا يعني منها سمير بالعمر هنا كوالي هنيدي محمد باريس او هنا منصر كحلاوي هنيدي كحلاوي منصر من برشكونو عدنان منصر كل مارك هذوك جيبهم الكل حاشا عبد العزيز القطي صاحبنا فهمتني جيبهم القط جماعة هذونا وكانت معك سمير الشواشي ولت مع الواحد ولت كسمير الشواشي غول هذيك تويني هذيك باهي حسنين اختير انه مش ينشر اسامي قضاة يا ودي الاختير لحد شي خليه ينشر يا ودي اشوف اذا كان الغراب هو اسود معه اذا كان الغراب الدليل قوما يمر بهم حشاك على جيف الكلابي
هو يعني ماني بواحد تفهم برشا ناس ماني برشا مالك يشبهوا له هو مطرطرين في دماغه تو صفقوا له في هذا. انما نحن لم نحاسبه بعده. انا في الكتاب الاسود موجود علاش موجود تو حاطين هم يعني بعض الزملاء وبعض الصحفيين يعني مستعد عندهم مستعد بخذ بقتك سيدي استنى بالله عندهم شبهات والله اسمح هذه عندهم شبهات وعندهم كذا وشادين عليهم اشياء كما صافي سعيد مثلا كما غير غير وغير هكا ولا حاطيني ليه؟ علاش حاطين؟ انت انتفعت بالنظام السابق؟ لا انتفعت حتى الاشياء تهمتي تهمتي الاخرين متهمين واحد اخذ ارض واحد اخذ فلوس ليش تهم؟ ايش اخذيت؟ قال لك احسن بن عثمان روائي امضى في عريضه 2004 يعني يطالب بترشيح بن علي وهي اشياء العريضه دي طالعه على اتحاد الكتاب التونسيين وكان ساعتها وقتها اتحاد الكتاب التونسيين كي يعطيك تمضي على هذا تشريف لا تكليف لا ادري شنو حاجه معناها خطير وهو هذا بيعرف مرزوقي وامضى على العريضه اللي امضيت فيها هنا بيعرف عطوه وزارات قال لا وباش راه تغلوش الوبش الكبير الكذاب السفيه اعطاه اللي كتب مقاله ابو يعرف المرزوق ها نقول لك هذه وانا شرته له في مجله الحياه الثقافيه وانا شرته في القدس ويطالب بن علي للنوبه الخامسه يقولوا هو نوبه الخامسه او الرابعه ساعات يعني يعني هذه اشياء وما تحسبناش على الكتاب الاسود هذا يسود الله ومنذ عملوا الكتاب الاسود والبلاد هذه ماشيه في السواد ولذا سميت العشريه هذه بالعشريه السوداء نسبه الى الوجه الاسود الشرير لتلك الفتره العفن السافل المنحط عليه لعنه عليه لعنات كل الالهه في كل الارض منذ بدأت الآلهة إن شاء الله. ما يقلقكش إنه مثلاً بشي عمل قائمة هذية وقال تحية لبعض القدر ربي يحطني أنا في قائمة بتاع شو نقول أنا واضح هاي سيدي نحكيه كورة تم تعقيب مجد بسرعة شوف باختصار شديد معناها السيد اللي ينظم في تونس مؤتمر متاع عمالة للتآمر على سوريا ويسميه مؤتمر أصدقاء سوريا ويقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلد عربي في محور المقاومة متخندق ضد الكيان الصهيوني ماذا تنتظر منه في نهاية المطاف؟ هذيك علاش قلت لك شرف في محمد وأنه تكون في الصف المعادي لمنصف المرزوقي نقطة ونرجع للستار واضح نحكيه شوية كورة نحكيه على تصريح مثير جدا للجدل كان في الويكند هذا يبدأ فيديو على انستغرام ثم اصبح فيرال معناه دار برشا وتحكي عليه برشا لاعب علي البريقي لاعب النجم الرياضي الساحلي حكايه على المطالبه بمستحقاته فكبرت الحكايه فنسمعوا شو ما قال علي البريقي ثم رد على السيد قيس بن احمد الناطق الرسمي باسم النجم الرياضي الساحلي ناخذوا فكره على الموضوع ثم ناخذ رايكم. والله خويا هو احنا الحقيقه بعد حكيت في حاله غصه فهمت دونك صار مني برشا كان زيد وخرج على النطاق باش نقول لك ان شاء الله لا ند تاعي على الكلام اللي سمعوه والله صدقني حتى درنا بكره واحد دخلت وخرجت من الحجمه فهمت دونك فكر ما حكيت وما زيد ما كانش نقول الحقيقه اصحابي ما نجمش دونك ان شاء الله بدي يسامحوني وكهو حتى كي تعلمت ليش بدت جمعيتي وليش بدت جمعيتي جبت كان مسؤولي هنا واضحين معناها دونك راني ما لا عندي لا ما عندي مشكله مع جمعيتي لا عندي مشكله مع الجمهور مشكلتي الوحيده هي المسؤولين الشديدين اللي تونس انا خويا طالب مستحقات تلقى روحي كل مره عندي لي مشكله ولا شيء هنا انا من اول العام كل عام من قبل ما نشوف فيها هي مع التعامل من اخر العام من رجال العبيد من اللي بدينا نحكيو على الفلوس وهي نفس الحاجه كل ما نطلب انا مستحقات يعني كل ما مستحقاتي حتى نتاع معايا الاولاد كل ما نطلب انا مستحقاتي لازم تصير لي مشكله لازم تصير لي مشكله عرفت منين نجي هكاك هي يعني نتوقف على فرامو تعطيت عملت التأديب رجعت نترينا رجعت ما في المسؤولين وخلتين واحد يقول لي ما ترينيش في الريبوليكا الله اعلم اللي نجي نحكي معك ما نعرفش قداش هو مسؤول المدير قداش فيه اربع خمسه ما نعرفش اربع كل واحد مشيله كل واحد مشي نحكي معك ترى اللي عنده مشكله المشكله معكم يعني وقفه فرامو جيت نحكي معك انت انا كي نحكي معك قلت لك انا عندي مشكله كنت بتنسى اي المشكله شنو هي اعطيني مشكله شنو عملت انا نساش ايش قول لي عملت وعاقبني. هذه الفيديو فيه الاعتذار نتاع علي البريقي على الكلام اللي قالوا في انستغرام خاطر الكلام كان قوي شويه واستعمل حتى كلام ما يتعداش فكان الرد نتاعو قال ان راني نطلب مستحقاتي وعندي فلوس عند النجم الرياضي الساحلي ما الرجيه من المسؤولين يجاوبوني. سيد قيس بن احمد الناطق الرسمي باسم النجم الرياضي الساحلي جاوبوا ونسمعوا شنو قال. ثم في مرحله ثانيه
وقت اللي تم تأهيله وتم رفع المنع من الانتداب علي البريقي كان يخلص كيف وكيف زملائه إلى حدود جوان 2023. وبالتالي هذا كلام من نوع أنه 8 شهر مخلصش ومخذاء حتى فرنك من 8 شهر ويلعب في النجم التاحدي، كلام مجانب للثواب وفيه برشة مغالطات. اثنين، لا بيحبش 8 شهر، هو علي يعرف قداش يحب النجم التاحدي، وعلي تقدم القضية للجنة النزاعات أقل من 8 شهر. قداش؟ 7 6 إلى حدود جوان وحتى بعد جوان خذا كيف وكيف اللاعبين الاخرين، معناها اجور شهريه. وبالتالي يقول اللي يحب عليا ما نجمش ينكر انه متقدم القضيه امام لجنه النزاعات، والطلبات اللي قدمها في قضيته عمرها ما عندها علاقه بثمانيه شهر اللي يحكي عليها. وبالتالي فانه اللي يحب عليا البريكي من النجم الساحلي اقل بكثير من المبلغ اللي قالوا في الفيديو اللي البارح شافته الناس الكل، واللي عاود قالوا اليوم في ليزونتين بتاع الراديوات الكل. خالد نبدا معك مرة أخرى، مشكل الفلوس يوصل بين لاعب وجمعيته هك. والله أنا أول حاجة محمد علي الحاجة الباية طلب السماح بعد محمد، على خاطر كريتو كي يبدأ يلعب تحسه بقرار وعنده كالتمبيرامون بتاع ديمك اللي بقليب واح. اليوم حتى الجمعية ماذا بينا يخلصوا؟ والله محمد ساعة ساعة نشوف في حاجات البر، كي تشوف ساعة ساعة في الستاد يعديوا البايرن، تشوف الجوارات متاع البايرن الكل قاعدين بحذا بعضهم، مرة كل مرة يشد بيكنباور، كل مرة كل مرة يشد رئيس ماكل ملاعبي. تمشي لتاليا تشوف مالديني شاد الميلون، تمشي للانتر تشوف تزانيتي. يعني اليوم العلاقة حتى كي خطرة، ليش محمد نحن في تونس ونديما نعارك عليه بالله، كي تجيو صح ووضحوا كونتراتواتكم محمد، يزمنا نوضحوا الكونتراتوات، يزمنا نوضحوا. شفت قديش خاسرين مئات المليارات محمد مع ناس دخلوا لتونس شات كورنير وعمل كفران ويمشي بعد يشكي بينا. دونك اليوم ماذا بينا تتهدى بين الجمعيات، وجمعيات يزموا يخزروا لك الجوار هذاك، على خاطر محمد راهو الجوار بعد ما معقول ولا عيب اللي صار ما بيناتهم خالد؟ يجي محمد، خاطر راهو فما العرك محمد، العرك راهو يجي، العرك ينجم يكون، فماش عبد ما يتعاركش مع اخوه، الاخوه يتعاركوا ويصير الكلام يصير حاجه. ماذا بينا ديما محمد جمعيات يخموا في جوارات، خاطر محمد راهو يوفى كاريرو يبدا يحس بروحه في كاريرو وعارك على فلوس. واضح ماشي بسرعه. انا شوف محمد ما نتصورش عليه البريقي مثلا مغرض ضد النجم الساحلي ولا يكره النجم، شوفوه ما كان نوعيه اللاعبين اللي عندهم شويه عصبيه للجمعيه نتاعهم، حتى كي يبدا يلعب ضد المنافس ديما اعصابه تتشنج ويدافع عن النجم الرياضي الساحلي ساعات بطريقه زايد على اللزوم، معناها يخرج ساعات من سينت وغيره. فأعتقد أنه لما يطالب مستحقاته سي سون بولو يعيش من غادي، شي يعمل للملاي يقعد جيعان؟ هل طريقة تبرر أنه يعمل فيديو مثلا؟ لعل حاول مرة اثنين ثلاثة عشرة عشرين، مين بش يعيش توا؟ ما كان جيت عنده مهنة أخرى نتصور أنا ربما ينجم يصبر على جمعيته. أنا نبت في جمعيات مثلا جماهير نشوفهم يهبطوا شكرا للاعب الفلاني اللي تنزل على مستحقاته الجمعية الفلانية، مين بش يعيش كي تنزل ثم واحد يتنازل على شهريته ونهاية الشهر وهو موظف الجمعية؟ ما نتصورش. ولذا نتفهموا اللاعبين هذوما برأيي أنا الشخصي. واضح. شكرا لك ماجد حسنين، شكرا لك، كل عام أنت حايب ألف خير. ربي يفضلك سيدي محمد، شكرا لك، خلود شكرا لك، الله يخليك. بعد لحظات يكون ضيفنا حاتم الجيزاني شاعر والفنان، نسمعوا جديد، خليكم معنا رجعين.